وكان يتصل بكم شخصيا لا في البداية بوتفليقة، يعني أنا يتصل لا بكم أتصل، لا شخصيا. أتصل، أتصل بنا أنا وحدة، في ثلاثة أتصل بنا، أنا أتصل بها في ثلاثة، أنا واحد يعني فيهم. ذكرت هذيك الحادثة لما كنت في كنت حفل زواج بنتك في و حفل زواج بنتي، حيط لي قال لي راك ديت فيلا في واهران وكذا، وانا والله ما ديت لا فيلا ولا هم يحزنوا. كانوا ولاتي عندهم البكالوريا سنه باش يفوتوا البكالوريا باتفاق مع والي الوهران، ومازال حي هذاك متقاعد سي علي بدريسي، ومع وزير الداخليه سي مصطفى بن منصور ومازال حي، اتفقنا قلت بدي نخلي الاولاد يكملوا السنه الدراسيه ومن بعد ندير. قالوا له راه وداها وكذا، وقال لي راك ديتها ومن بعد راك تعتبر نفسك، تعتبر المسار نتاعك منتهي من الان، وترجع المفاتيح حالا حالا. حالا حالا يعني حالا واحد واحد السلوك مش هنقول لك، هذا مانيش كيف أثر ذلك عليك؟ طبعا. كان نقول الانسان لازم يكون حجره باش ما يتاثرش، ما يتاثرش خصوصا اذا كان حس بالظلم ربما. لا بيسو حس الظلم الانسان. كان ديتها، كان ديتها الفيلا صح، قال معليش جو باي كيما يقول لي، ولكن ما كان راه باتفاق مع الوالي وكذا دار فارغه، قلت نحكي خليها اولادي كي يكملوا الدراسه نتاعهم في 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 شهر اوت مثلا، يعني هذه عينات. ف شو نقول لك، هذه من العواصف. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.